زي ما شفنا مع حضراتكم في الفاصل، الأهلي هو من يصنع الفرحة في الشعب المصري ما شاء الله على مدار التاريخ والتاريخ وعبر الأجيال. زي ما حضراتكم دايما بتشوفوا وبنعرض لحضراتكم، الأهلي هو من يصنع الفرحة. في هذه الفقرة أستقبل ضيفي العزيز الأستاذ وليد الفيل، خبير الاستثمار الرياضي وأيضا عضو جمعية عمومية في النادي الأهلي. مساء الخير يا فندم، مشرفنا النهارده ومنورنا في كل اهلا بيك يا كابتن محمد. ازيك انت؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل. معلش بقى، زي صوتي مش طالع النهارده، هو جاي من النادي. ربنا يكون في عونك النهارده، يوم طويل. من النادي من الصبح عليكم. استحملني شويه، لو نمت منك كمان صحيني بقى في النص. لا ازاي يا فندم؟ النهارده كان يوم صراحه تاريخي وفاصل في النادي الاهلي، بدايه انعقاد الجمعيه العموميه الخاصه، حط تحت خاصه دي مليون خط، في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، وحط تحت مقر مليون خاص. كويس. بدايه مبشره بحضور مكثف، حضور للرموز، توافد الاعضاء، سهوله في انك تدلي بصوتك. يعني شفت ازاي هذا اليوم الجميل في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر؟ والله بص، هو معركه اللائحه، بلاش معركه دي، بلاش كلمه معركه يعني، انما ازمه اللائحه دي كانت الحقيقه لحظه كاشفه لكثيرين يعني. كويس. فصلت او فرزت بين من ينتمي للكيان فعلا ومن ينتمي لاشخاص. خلينا نتفق على ده في البدايه يعني، لانها معركه تخص النادي الاهلي، هي لا تخص اشخاص، الاشخاص كلها زائلين، الاهلي هو اللي باقي. فهي كانت معركه تخص الكيان، تخص النادي الاهلي نفسه. ده اولا. ثانيا، اسقطت الاقنعه عن كثيرين ايضا. يعني انت في ناس بتتغنى بمبادئ النادي الاهلي وحب النادي الاهلي، ويمكن ده اللي عايز اتكلم معاك فيه النهارده. انا مش عايز اتكلم لا في لائحه ولا في غيره، انا عايز اتكلم في الاهم من اللائحه، انا عايز اتكلم في ثوابت ومبادئ اتربينا عليها وانا شايفها بتنهار قدامي، او شايف ان هناك من يحاول هدم هذه الثوابت. وده بقى اللي يعني يا ريت ياخد اغلب حديثنا. انما بالنسبه ليوم النهارده، خليني يعني ارجع شويه بالمشهد، اقول ان النادي الاهلي عمل لائحه من وجهه نظره أنها تحقق مصالحه، تحقق أماله، تحقق طموحاته. عرض هذه اللائحة بمنتهى الشفافية على الأعضاء، لائحة كانت متوفرة في كل حتة. هو النادي تقريبا الوحيد اللي طبع اللائحة وكانت متوفرة في كل المقرات، لمن يطلبها يقدر ياخدها. عقد ندوات رئيس النادي التقى فيها بالأعضاء في الثلاث مقرات. تركت الحرية لكل عضو أن يسأل فيما يشاء، أن يستفسر فيما يشاء، أن يدلي باقتراحاته دون سيناريو مرتب او مسبق. مفيش اسئله كانت بتتكتب على ورق، كان في مايك، اللي عايز المايك بيطلبه بياخده، كان في ناس بتهاجم رئيس النادي، كان في ناس بتنتقد اللائحه. النادي الاهلي قدم مثال حقيقي للممارسه الديمقراطيه. ده بالنسبه لقصه اللائحه. ومجلس اداره النادي الاهلي قبل وضع اللائحه استشار الخبراء القانون. لسه انا جاي لك في قصه اللائحه، انا لسه ده لسه هنتكلم فيها يعني في بدايتها. مش فكره استشار الخبراء القانونيين، ده بالعكس. يعني احنا حضرتك بنزيف تاريخ للاسف. كويس. في من يزيفه متعمدا، وفي من يزيفه يعني ايه؟ يعني عدم وعي. كويس. يعني في من يردد بلا وعي، وفي من يزيفه متعمدا. خلينا نبدا بقصه اللائحه دي، حدوتتها ايه يعني. النادي الاهلي بقاله تقريبا 30 سنه هو اول نادي اثار قضيه اللوائح في مصر، او قضيه ان قانون الرياضه الذي يحكم الرياضه لم يعد صالحا لهذا الزمن. في متغيرات كتير، الرياضه تحولت الى صناعه كبرى. نعم. بتشغل ملايين الناس ومجالات للاستثمار والتسويق والاداره الرياضيه، وبدا يظهر مفاهيم جديده في حاجات كتير. النادي الاهلي استشعر ده من ايام كابتن صالح الله يرحمه واحنا بنتكلم في هذه القضيه. سنه 2014 مجلس الكابتن حسن حمدي بدا يضع اول مشروع للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. نعم. في هذه المرحله مين الخبراء اللي ساهموا فيها؟ ساهم في اعداد هذه اللائحه مجموعه من القامات القانونيه، كويس، والرياضيه. ساهم فيها المستشار اسامه قنديل، احد اعضاء النادي اللي كلنا بنفخر بيهم، المستشار محمود فهمي، القامه القانونيه الكبيره، استاذ خالد مرتجي الصديق العزيز، دكتور محمد فضل الله خبير اللوائح، خبير اللوائح الرياضيه. وعلى فكره يعني برضه عشان دكتور محمد فضل الله ده، انا الحقيقه عشان الراجل ده يعني انا بستشعر انه مش واخد حقه في مصر. ده واحد من خمسه دوله الامارات مستعينه بيهم لوضع قانون رياضه خاص بيها. نعم. فيعني هو الجزئيه دي هو فاهم فيها كويس ومن الناس الخبراء فيها. سنه 2014 وضع اول مشروع للائحه دي. وكابتن حسن قدم هذا المشروع واعلن، او المجلس ساعتها اعلن عن جمعيه عموميه غير عاديه لمناقشه هذه اللائحه. دي نقطة أصل ناس كتير بتسيرها برضو، وهي بتسيرها يعني أنا آسف عن يعني معرفش سوء نية ولا إيه بالظبط يعني.
لانهم بيتهموا بيقول لك انتوا ايام الكابتن حسن كان في لائحه والناس كانت واقفه ضدها والناس كانت بتقول لا، ما حدش كان بيقول لا. طول عمر لائحه النادي الاهلي حاجه حلم لاعضاء النادي الاهلي. لكن وحق. المشكله ساعتها وحق طبعا لا. المشكله ساعتها في هذا التوقيت ان القانون لم يكن ليسمح لاي نادي بوضع اللائحه بتاعته، وطبيعي حضرتك عارف وجميع الساده المشاهدين اكيد عارفين انه لا يجوز لتشريع ادنى ان يخالف تشريع اعلى. يعني انت حضرتك بتحط لائحه بتحطها في ضوء قانون. نعم. طب اذا كان القانون 77 لسنه 75 لا يسمح بانك كنادي تصدر لائحه. لائحه خاصه. حصل ساعتها في هذا التوقيت صدام بين مجلس الكابتن حسن حمدي وبين الوزاره وتعطل مشروع اللائحه. اتشالت اللائحه وبقيت موجوده. لما جه مجلس المهندس محمود طاهر وصدر القانون الجديد واصبح من حق حضرتك كنادي او كهيئه رياضيه انك تضع لائحه خاصه بيك، الناس ما اهملتش مجهود اللي قبلها. ودي يعني احد الحاجات اللي انا بشوفها من عظمه النادي الاهلي، ان العمل فيه عمل مؤسسي. الكل يكمل ما طبعا سبق. طبعا هو عمل تراكمي. مش لا يجب ما سبق. بص لا احد منصف يمكن ان يهدر دور المجالس السابقه، احنا يعني النادي الوحيد اللي اقدر اقول فيه ان الناس فيها طول عمرها بتحترم بعضها وبتقدر بعضها وبتبني على عمل بعضها. مهندس محمود طاهر ومجلسه جابوا اللائحه القديمه اللي كان حاططها مجلس الكابتن حسن حمدي. اللي هي مسار الاختلاف ده، وبالمناسبه كابتن حسن حمدي كان حاطط نص الثمان سنوات كان موجود في هذه اللائحه اللي اتعملت سنه 2014 كان موجود فيه وكانت مقدمه للجمعيه العموميه زي النهارده كده للاستفتاء عليها. نعم. كويس؟ جه المجلس جاب اللائحه دي واستعان بمجموعه اخرى من القامات لتعديلها. ليه تعديلها؟ لان حضرتك صدر قانون جديد فلم تعد اللائحه القديمه صالحه للاستخدام في ظل القانون الجديد. نعم. طيب لما حضرتك تحب تتكلم في قانون هتجد مين في مصر اعلى قامه من المستشار رجاء عطيه عضو النادي عندنا وبنفتخر بيه كلنا، هتلاقي مين يعني ممكن يكون زي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق ده من الناحيه القانونيه من ناحيه الصياغه القانونيه. طيب يعني عندنا اثنين لا غبار لا غبار قامات كبرى يعني لا غبار كويس يعني ما حدش ويعني معلش مع احترامي الشديد هذه اسماء لا يصح باي صوره من الصور ان تهز صورتها، انت بتتكلم في شخصيات عامه يعني مفيش حد هيجامل المهندس محمود طاهر اللي هيجامل النادي الاهلي. ده راجل في الاخر عمل تاريخ كويس وليه اسم ويهمه جدا ان يحافظ على هذا الاسم ما يتكتبش في السي في بتاعه وفي تاريخه ان هو في يوم من الايام كان بيجامل كويس. جاب اتنين تانيين عشان يتاكد من مطابقه هذه اللائحه للميثاق الاولمبي. لان حضرتك القانون الجديد بيلزمك ان تطابق الميثاق الاولمبي او تتوائم معاه. مين يا جماعه احسن ناس بيفهموا في الحته دي؟ فجبنا الدكتور محمد فضل الله تاني. نعم. وجبنا الدكتور علاء مشرف عضو النادي والقامه الكبيره ونائب رئيس اللجنه الاولمبيه. نائب رئيس اللجنه الاولمبيه. الاولمبيه. نعم. الاولمبيه. نعم. الناس دي هي اللي جت وشاركت في صياغه اللائحه الجديده. بقى في منتج عندي اسمه لائحه او مشروع النظام الاساسي للنادي الاهلي. كويس. المشكله ان في ناس مش عايزه تتعامل مع المنتج، هي بتتعامل مع اللي عمل المنتج. يعني انا عندي موقف من مجلس المهندس محمود طاهر فانا ضد اللائحه. القصه بقت كده. وفي ناس مع المهندس محمود طاهر ومؤيده ممكن ما تكونش قرت اللائحه بس هي ثقه فيه عندها استعداد انها تصوت بنعم للائحه. الحقيقه لا دول على موقف صواب. طب يا فندم انا معلش انا اسف في المقاطعه ولكن هل انا في هذا الوقت في هذا التوقيت ببني ارائي على الحب والكره ولا انا موقفي ايه ولا انا اشوف الاول واطلع وابحث واكون موجود مع ناديه وحتى لو انا معارض اجي واقول ان انا معارض؟ ما هي حضرتك هناك من كان يعارض هذه اللائحه قبل ان تصدر، يعني قبل ما تطلع اصلا هو نعم. واخد موقف. ما انا بقول لحضرتك بس دي مش كارثه في النادي الاهلي بس، هو الحقيقه الاهلي اصابه ما اصاب مصر كلها. نعم. الناس للاسف بقى هناك حاله من الاستقطاب والانقسام، هو انا مش مستحمل انت بتقول ايه، مش عايز اسمعك، طالما انت ما بتقولش اللي انا عايز اسمعه فانت ضدي. لدرجه ان نفس الناس دول المستشار رجاء عطيه كتب على صفحته على الفيسبوك في لحظه من اللحظات قال والله اللائحه اللي انا شاركت في وضعها ما كانش فيها بند الثمان سنوات. فانا بقول هذا عشان ابرئ ذمتي امام الجميع وانا من وجهه نظري وهي وجهه نظر تحترم. تأكيد. مش موافق او لا اقر بند الثمان سنوات، شايف ان هو بيحجب كوادر ممكن تطلع او كلام زي كده. وجهه نظر رجل وهذه وجهه نظر تحترم. في هذه الليله انا اتذكر ان في مذيع بيقدم توك شو سياسي يعني حتى بعيد عن الرياضه.
طلع عمل حفله. يعني انا يعني يعني انا انا عايز اوجه له رساله. انا وجهت له رساله بس انا عايز اوجه له رساله والله. يعني يكفيك ما احدثتم من انقسام وشرخ في المجتمع المصري. هذا الرجل كان سبب في انقسام الناس في مصر. الحقيقه خطابه كله لا يدعو الا للتحريض والكراهيه والبغض بين الناس والدم، وعايز اشوف دم وقصص كده. ابعد عن النادي الاهلي، يعني سيبوا مؤسسه يا جماعه. هو معلش يعني هو ليه بيفتي في اللي هو ما بيفهمش فيه؟ يا خليني اقول بيفهم فيه، انا واثق انه ما بيفهمش. يمكن لا فيه ولا في غيره، لكن انا بتكلم. طب خلاص خليك بقى في حالك وابعد عن التقايل. يعني ابعد عن النادي الاهلي. لا تصدروا ما صنعتوه في مصر، لا تصدروا الاهلي. سيبوا مؤسسه لسه ناجحه ومتماسكه. احنا ليه بنحارب؟ يا فندم انا برضه عايز اقضي لحضرتك انطباع ان ما فيش حد من الشباب ولا غير الشباب العقلانيين بيتابع اصلا هذا الشخص. يعني بغض النظر عن متابعه، يا فندم هو برضه نحط كل واحد في نصابه. انا ما بحبش اصلا احطه في جمله مفيده، ولكن للاسف ما شاهدته. يعني يوم ماتش الاهلي والمصري يا فندم، ما بين الشوطين هو بيقول على نفسه اهلاوي، المصري متقدم كانه فرحان ان هذا يحدث، وابتدى الانتقاد. ما يعرفش النادي الاهلي بيلعب لاخر قطره واخر نفس للاسف، وكان نفسنا بقى نشوف رد فعله بعد الجون الثاني. هو لو اهلاوي حقيقي كان لازم هيكون عنده يقين في الدقيقه 119 بعد المصري ما جاب. يعني المصري نفسه، جمهور بورسعيد نفسه كان عنده يقين ان الاهلي هيتعادل، فما بالك بواحد بيقول على نفسه انه اهلاوي؟ النوايا مش فاهم. النوايا جزء من الموضوع طبعا. النوايا جزء من الموضوع، انا متفق مع حضرتك بنسبه 100%. لكن عايز اوصله لحضرتك ان هذا الشخص لما طلع المستشار رجاء عطيه بعدها وكتب 4 مرات بيؤكد على سلامه الموقف القانوني للاهلي، بيؤكد على رقي اللائحه ومناسبتها للاهلي، بيدعو اعضاء الجمعيه العموميه ويحثهم على الحضور ويقول لهم لا تدعوا احد يفرض علينا مصير، لازم نروح ولازم نصوت، وان هذه اللائحه غير مرتبطه بانتخابات وي وي وي، لم يذكر هذا الشخص او غيره من الناس الموجهه كلمه عن الموضوع ده. ما هو ده بقى الكلب من كلين. احنا بنشغل الاعلام كويس عشان يقول اللي لسه هقول لحضرتك حاجه. الان اصبح التقييم بالحب والكره. يعني مثلا هو شاف في موضوع اللائحه ما شاهده وطلع اتكلم ونسي ان في دوري وفي كاس وفي انجازات في الالعاب الاخرى، فهو شاف اللي هو عايز يشوفه، هو ما شافش الواقع. الواقع مختلف عن ما هو بيشاهده. وده دي طبيعته في العديد، مش في العديد، في كل الامور. هي طبيعته الاستخفاف بعقول الناس، تصدير الباطل ليهم كل ليله. يعني مش عايز هو يبقى موضوعنا، هو اقل من ان يكون موضوعنا. انا احنا موضوعنا اللائحه والنادي الاهلي. فخلينا ارجع لده. النادي الاهلي في الاخر عمل اللائحه اللي بيراها مناسبه من وجهه نظره، وقدم هذا المنتج للناس. حضرتك كإنسان منصف أو موضوعي بتشوف هذا المنتج، بتمسكه بتقيمه وتشوف. والله أنا لقيته في مصلحة النادي الأهلي هخش أصوت عليه بنعم، لقيته ضد مصلحة النادي الأهلي هخش أصوت عليه بلا. إنما إن أنا أقاطع كويس وأسعى إلى عدم إكمال الجمعية العمومية أو إفشال اكتمال الجمعية العمومية، ده بقى الغريب اللي هو شيء غير متصور. اللي بيعملوا كده دول مش ممكن يكونوا أهلاوية، وهتكلم وهرجع لهم، لأن في ناس لازم النهارده رسائل توصل لهم عشان فعلا الناس تفهم يعني إيه نادي أهلي. بس أنا قبل ما نسيب اللائحة، أنا في نقطتين مهمين جدا لازم يوصلوا للناس، لأن في بعض الناس بيروجوا إيه هم عليهم. النقطة الأولى، في ناس بتقول طب هو مجلس الاداره مصلحته ايه من اللائحه دي؟ ما كان يستنى ويمشي دلوقتي على اللائحه الاسترشاديه، ليه يخش في صدام؟ الاسترشاديه مليانه اخطاء يا فندم. انا هقول لحضرتك لا انا مش هتكلم حتى في الاخطاء بتاعت الاسترشاديه، لان اتكلمت فيها كتير واصبح كلام مستهلك انا وغيري. فانا مش هتكلم على العوار اللي فيها والاخطاء اللي فيها. انما انا حتى هتكلم بالمنطق البرجماتي، يعني انا هتكلم كمصلحه نادي. النهارده حضرتك بتقول ليه مجلس الاداره ما كانش يصبر ويستنى يعمل لائحته بعد الانتخابات، المجلس الجديد يجي يعمل انتخابات، ومنطق الحقيقه لما اي حد يسمعه له وجاهته. لكن تعالى انا ارد اقول له بقى ليه ده ما حصلش. اللائحه الاسترشاديه بتقول او بتلزم حضرتك بانك تكمل نصاب مقداره 12500 عضو عشان خاطر تقدر تعدل اللائحه بتاعتك او تضع نظام اساسي. يعني هفترض النهارده احنا مشينا على اللائحه الاسترشاديه اللي هي فيها عك وعبث للصبح، بس خلاص هنقبله وهنمشي عليه، وهنستنى مجلس اداره جديد يتم انتخابه على اللائحه الاسترشاديه، وبعدين نروح المجلس الاداره الجديد ده يدعو الجمعيه عموميه غير عاديه عشان خاطر يعمل اللائحه الجديده. رقم واحد، في ظل الوضع الحالي مطلوب منه برضه يجيب ال 12500 اللي هم مطلوبين النهارده وبكره. طيب
ما يقولك طب ما يستنى ويجيب لي 12500. ايه يعني؟ ما هو انت محجبهم دلوقتي، تقدر تجيبهم بعد 3 اشهر، ايه استعجالك على اللائحه؟ ارد عليه اقول له ان في بند في اللائحه الاسترشاديه بيعطي الحق للجنه الاولمبيه ان تعدل في اللائحه وقتما شاءت، يقدر يعدل في اللائحه اللي هو عايزه. يعني اللجنه الاسترشاديه ممكن تيجي بعد شهر يقول لك والله عشان تعدل لائحتك بعد كده ما احنا بقى ايه، انت خلاص بقيت تحت طوعه، بقيت اللائحه دي اقرت للاسترشاديه تحت طوعه كويس، فيجي يقول لحضرتك انا والله النصاب بتاع تعديل اللائحه بعد كده نص عدد الاعضاء. ابص الاقي نفسي ان انا النادي الاهلي محتاج ان انا اجيب لي 70000 عضو، بقى اجيبهم بقى في استاد القاهره ولا اشوف اجيبهم فين عشان اعدل اللائحه بتاعتي؟ يا فندم انا عشان العب ماتش ودي وانا النادي الاهلي لازم اخد 3 موافقات ولا 4 موافقات. انت مصر تاخدني في اللائحه؟ معلش يا فندم، ده مش ماتش الودي بس يا فندم، معلش انا لازم ما هو في بعض من الناس لحد دلوقتي فاهمه ان اللائحه الاسترشاديه دي هي حق الدوله ولائحه النادي الاهلي ضد الدوله. يا استاذ محمد، هناك من يروج لهذا، هناك من يسعى الى احداث وقيعه او صدام بين النادي الاهلي والدوله. النادي الاهلي مش في خناقه مع الدوله، ما انا بقول لهم هناك من يحاول ان يجرنا الى عركه. طب ماشي، طب انا برضه عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. لما يطلع رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب مهندس فرج عام رئيس نادي سموحه، يطلع يحذر من كوارث اللائحه الاسترشاديه واكيد الموضوع ده لم يمر مرور الكرام من البدايه، ما اكيد كان شايف، اشمعنى فجاه يعني مش عايز اقول صحي ولكن اتصدم بواقع انه عشان اطبق اللائحه الاسترشاديه دي انا داخل في يعني منعطف مظلم. بص حضرتك، هو اللي حصل في اللائحه بمنتهى البساطه، يعني احنا شلنا يافطه وحطينا يافطه. احنا عملنا قانون جديد ليه؟ فلسفه القانون الجديد ده ايه الهدف او ايه المغزى؟ انت عملت قانون جديد ليه؟ لسببين. انت كان عندك هدفين، الهدف الاول تفعيل اراده الجمعيات العموميه، انت عايز الناس تشارك كويس، والهدف الثاني ان تتوائم مع المواثيق الاولمبيه وتمنع في معلش انا وتمنع حديث لحضرتك الحكومي. ليه بقى؟ عشان ارتقي بمستوى الرياضه. كويس. نعم. اللي حصل بقى هو السؤال، هل القانون الجديد واللائحه الجديده حققت هذه الاهداف؟ هو ده اللي نتكلم فيه. هل حققت هدف تفعيل دور الجمعيه العموميه؟ اهو ادينا بنحاول نيسر على اعضاء الجمعيه العموميه عشان يشاركوا كويس ونفعل دورهم. بتصطدم حضرتك بمليون عقبه من الدوله، يعني لك ان تتخيل مثلا، طب انا هقول لك على صدفه غريبه جدا حصلت النهارده. تخيل النهارده ان محافظه القاهره افتكرت تحفر الطريق قدام نادي مقر النادي الاهلي في الجزيره النهارده، شوف المصادفه. سبحان الله. يعني شوف الصدفه الغريبه جدا، طب تصدق في صدفه ثانيه؟ في حاجه ملحه جدا، في بترول افتكرت تحفر دلوقتي. يعني في اثار ما انا ما اعرفش في بترول. طب تصور الصدفه ثانيه مثلا ان تلاقي خبر 12 كده وتبدر على كل المواقع تحويل مجلس اداره النادي الاهلي للنيابه ده نشر من قبل. كويس. لا يعني في صدف كتيره بتحصل في الموضوع، ما هو الناس لازم تبص تقرا المشهد على بعضه ايه اللي بيحصل. ارجع تاني، تفعيل دور الجمعيات العموميه هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي عشان نفعل دور الجمعيه العموميه. التدخل الحكومي، حضرتك ما حدث في هذا القانون ان غيرت اليافطه، كان في يافطه اسمها ان الجهه الاداريه بتتحكم فيك، اصبح في جهه اسمها اللجنه الاولمبيه، ويا ريت الاول انا كنت عارف اني بتعامل مع الجهه الاداريه بس، ده دلوقتي لا. دلوقتي في امور لازم ارجع فيها اللجنه الاولمبيه، وامور ثانيه لازم ارجع فيها للجهه الاداريه، زي ما حضرتك بتقول عشان العب ماتش ودي، عشان اعمل ملعب، تخيل عشان اعمل ملعب جوه النادي انا لازم ارجع اخد موافقه الوزير. كويس؟ اي عبث هذا؟ حضرتك ولو الجهه الاداريه مش فاضيه وانا عندي ماتش ودي لازم العبه فمش هلعبه. مش مهم. ما فيش موافقه. ما انا بقول لحضرتك مش مهم. مش ممكن والله. فانا ارجع تاني لحضرتك بس للنقطتين اللي الناس كلها يعني المعارضين للائحه بيتكلموا فيهم، عشان دول نقطتين مهمين. يبقى انا ليه ما استنيتش مجلس جديد يجي يعمل لائحه؟ عشان انا مش ضامن بعد كده ان اللجنه الاولمبيه ممكن تيجي تعدل في اللائحه الاسترشاديه دي وتضع لي نصاب تعجيزي بجد ما اقدرش اجيبه، واصبحت خلاص انا النادي الاهلي بيدار زيه زي اي مركز شباب في مصر. دي النقطه الاولى، خطوره اللائحه الاسترشاديه فيها بغض النظر بقى عن الاخطاء والقيود اللي حضرتك بتتكلم فيها. النقطه الثانيه وهي الاهم، ان في ناس بتروج الحق ده النادي الاهلي هيبيعه، ده هيبيعه فرقه الكوره وهيجي مستثمر قطري ومستثمر اسرائيلي ولقينا ناس جايه تاخد تشتري النادي الاهلي وكان النادي الاهلي ده يعني حد فارش بيه وقاعد في الشارع. يا جماعه يعني بلاش عبث وبلاش كلام وبلاش الاستخفاف بعقول الناس. رقم واحد، المادتين 9 و10 اللي هم عاملين مشاكل للناس كلها بس الناس تقراهم. معلش يا فندم بس عشان انا لازم اربط ده اتفضل بما تنص عليه لائحه النادي الاهلي
وما تنص عليه اللائحة الاسترشادية. اللائحة الاسترشادية تسمح لأي حد غير مصري الجنسية انه يبقى رئيس نادي. طبعا. وتسمح لمن يتهرب من الخدمة العسكرية انه يبقى رئيس نادي. بنكرمه. يبقى اذا انهي بتدي اصلا تعظيم للدولة. طيب لا سيبك من الدولة، تخيل انهي لائحة انهي لائحة فيهم بتصطدم بالدولة اللي بتقول لا ده انا اللي يمارس عمل عام لابد ان يكون ادى الخدمة العسكرية اللي هي شرف لأي حد فينا، ده احنا كلنا فرحانين وشالين صور الجيش ايام ما كنا عساكر وظباط في الجيش. انت بتتكلم على شرف في توقيت اساسا دولة فيه كل يوم بيقع ناس من ظهرة شبابها وما بيكافحوا ارهاب وبيعدوا. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. يعني في بعض المسؤولين فرحانين قوي بكل بكلمة تحيا مصر. طب والتهرب الخدمة العسكرية ما فيهوش تحيا مصر؟ انا ما اعرفش. انا الحقيقة مش عارف. ما هو بص حضرتك هذه الازدواجية في المعايير كويس، والكلب ميكالين وتحكم هنا بطريقه وهنا بطريقه. خلينا نتكلم في خطاب واحد وبمنطق واحد. انا راجل بتكلم حضرتك في موضوع ما عنديش معيارين، انا معاييري كلها بطبقها. انا هتلاقيني وانا بتكلم مع حضرتك دلوقتي انا قاعد جوه قناه الاهلي بهاجم قناه الاهلي، بقول لك انت عندك غلط كذا لازم تصلحه، مجلس الاداره عنده اخطاء كذا لابد ان يصلحها. انا شايف مثلا ان مجلس الاداره ما كان يجب ان يرضخ اطلاقا لالغاء بند الثمان سنوات من لائحه، واللي يعترض يعترض. اذا كان حد بيتكلم على اقصاء ما كانش هو. هل في اقصاء يا فندم؟ فضل. في لائحه النادي الاهلي يا فندم اقصاء ايه اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ بس انا عايز اعرف يعني الناس يا جماعه، وده كلام اتقال 700 مره، ما فيش قانون يطبق باثر رجعي. ومين يقدر، مين في مصر يستطيع ان يقصي الكابتن الخطيب؟ مين يعني مين يعني المتهور الساذج اللي ممكن يعني هل مجلس اداره النادي الاهلي على هذا القدر هو اتقال كده؟ بس انا عايز اتكلم من غير خطوط حمراء. ليه بحط كابتن محمود خطيب وهو حتى الان مرشح محتمل؟ طبعا. والمهندس محمود طاهر مرشح محتمل. احنا ليه بنجيب الانتخابات دلوقتي؟ لا في ناس ده لسه، ده انا هاجي لك في الانتخابات بقى، ده احنا هنتكلم في موال الانتخابات ده كلام كتير. حضرتك اللي اتقال كده تحديدا اتقال ان بند الثمان سنوات كان موضوعا لاقصاء الكابتن الخطيب. لا اعتقد اطلاقا ان هناك مجلس على قدر من السذاجه يمكن ان يقدم على هذه الخطوه. ما اعتقدش مجلس اداره النادي الاهلي بالمهندس محمود طاهر، يعني انا اسف يدير دوله مش يدير نادي. فطبعا مش حد يجي يقول كده، ده كلام الحقيقه. ويا ريت اللي بيقول كده يقول لنا كان يبقى نص الماده ايه، اسئله كان ايه. لو حطها في اللائحه وقال انها تطبق باثر رجع والجمعيه العموميه وافقت يبقى دي هذا كلام يعني باطل. ما فيش حاجه، حتى لو الجمعيه وافقت ما ينفعش الجمعيه العموميه توافق على ما يخالف القانون. القانون ما فيهوش اثر رجعي، فده ما كانش موجود. دي اول جزئيه. تاني جزئيه، انت هتكلمني في موضوع الاقصاء، انت خدتني من اللائحه رحنا الاقصاء. طب نخلص جزئيه الاقصاء وبعدين نرجع للائحه. اقصاء ايه اللي الناس بتتكلم عليه؟ وانا بشوف مجلس اداره بيستعين بناس كانوا خصومه في الانتخابات كويس، يعني بيستعين بيهم في مناصب تنفيذيه في النادي، ناس كانت خصومه يعني مرشحه في قائمه ضده او بتدعو ضده. زي مين يا فندم؟ زي الكابتن هاني عبد المنعم. زي الاستاذ اشرف طه. دي ناس كانت خصوم واضحه في لمجلس الاداره في الانتخابات السابقه. كويس. ازاي هنا في اقصاء؟ يعني مين اللي بيتكلم على الاقصاء؟ طب بلاش نتكلم على ده. عندما عاد برنامج ملك وكتابه لقناه النادي الاهلي، رجع بقرار من مين؟ يعني ما احنا بنتكلم في الاقصاء. من مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن عدلي القيعي، استاذ ابراهيم المنيسي من الاصدقاء الاعزاء، وكابتن عدلي من الرموز اللي كلنا بنعتز بيها وبنحترمها. لكن احنا في الاخر بشر، خلينا نتكلم بصراحه. اكيد كلنا عارفين ان الكابتن عدلي والاستاذ ابراهيم المنيسي قلبهم او انتمائهم اقرب للمعسكر المناوئ للمهندس محمود طاهر، او لمن يحتمل ان يكون مرشح ضده في الانتخابات. وهذه معلومه يعرفها الصغير والكبير في النادي الاهلي، وبالتاكيد هي عند المهندس محمود طاهر. طب عندما عاد هذا البرنامج هو رجع ما احنا بتوع اقصاء بقى. ده انت حضرتك بتسمح بعوده برنامج، بتترك ليه ان يتحدث بحريه مطلقه، بتترك ليه دون خطوط حمراء انه يهاجمك جوه القناه. وهذا امر الحقيقه انا بشكرهم عليه، لان القناه لازم يبقى فيها الراي والراي الاخر، ما ينفعش تبقى ماشي على راي واحد. فانا انا كنت سعيد بالحاله اللي هما بيصنعوها بين الناس، انه بيتكلم عكس الكلام اللي بيقوله مجلس الاداره. لا هستاذنك اكمل النقطه دي. طبعا استاذنا معانا مداخله من الزميل الاعلامي الكبير الاستاذ خالد الابرك. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. مساء الخير يا كابتن، ازيك كابتن محمد؟ ازي حضرتك، وحشني. تحياتي للدكتور وليد، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا استاذ خالد، ربنا يخليك. تعبناك النهارده في الجمعيه العموميه. كيف شاهدت اليوم في الجمعيه العموميه اليوم الاول في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر؟ انا هقول لك على حاجات ايجابيه. انا طبعا هي مش جديده علينا، بس النهارده انا كموقف شخصي
انا لقيت الساده مستشاري النيابه الاداريه عمليه تدقيق غير عاديه جدا في الحرف، مش في الاسم، لا في الحرف. نعم. ولازم ينظر للكارنيه وينظر لوجه اللي جاي يدلي بصوته. 45 قاضي يا فندم. نعم؟ 45 قاضي. لا ده حاجه، لا كمان مش كده كمان. المهندس سياده اللواء شيرين شمس دخل معايا في مداخله وقال 45 قاضي. لا لا دي حاجه كمان الايجابيه كمان الكبيره جدا. اولا الموظفين اللي كانوا موجودين، الموظفين كانوا تعليمات موجوده تمشوا الموضوع يعني كانهم قضاه، حتى الموظفين وان كان اغلبهم او كل ما شغالين في النادي لكن كانوا حاجه بصراحه. دايما كل يوم الواحد بيفتخر بصراحه انه في النادي المحترم ده. علاوه كمان على ان النهارده المكان المخصص للانتخابات، احنا بقى كبتوع انتخابات وانا بكلمك كراجل رئيس نادي سابق، نعم، دي معموله عشان تحترم جمعيه عموميه وعايزه كل صوت يبقى هو الصوت الحقيقي. انت لما بتعوز يا كابتن يبقى عندك نوايا للجمعيه العموميه ما بتعملهاش بالاريحيه الجامده دي. النهارده اتعملت جمعيه عموميه للنادي الاهلي، لو المهندس محمود طاهر كان ومجلسه فكروا في تدار الجمعيه العموميه دي على انها جمعيه انتخابات، لو كانت دي النوايا كانت بالتاكيد في حاجات كتيره اختلفت. لكن النهارده حاجه محترمه، والناس اللي جت في الحر والناس اللي كان في صيام النهارده والناس اللي جت، انا اعرف ناس جايين من اكتوبر وجايين من زايد ومن الجزيره وراحوا قتلوا بصوتهم، الناس دي لهم مطلق الاحترام. ولا يوجد صوت النهارده الا صاحبه اللي ادلى بيه، وانا اشهد بده لان انا كنت موجود النهارده طوال اليوم. فدي حاجه محترمه، الاعضاء ضربوا مثل محترم جدا. هو الشيء المؤكد ان هي ما جاش عدد اعضاء 12500، لكن جه كام؟ طبعا لان ده اجتماع هيكتمل بكره، فما ينفعش ولا يجوز ان الاجتماع يجي الا بعد الفرد. هو يا فندم هو يعني حتى سياده اللواء شيرين شمس واظهر ان القضاء يعني لم يردوا اطلاق اي من التصريحات حول النصاب كم من العدد عشان في يوم تاني من الجمعيه العموميه، قد يكون اكتمل وقد يكون لا، احنا ما نعرفش. وهم يعني كانوا قاصدين هذا الامر حتى يكون ان العقاد في اليوم الثاني في منتهى القانونيه وما يتقالش. انا الاعداد اللي شفتها النهارده، اولا انت لما تبقى الخيمه بهذا الكم الكبير والراحه الشديده اللي بتعملها، هو الشيء المؤكد اللي انا شفته بعيني ان لا يوجد لحظه او لا يوجد دقيقه ما كانش فيها ناس داخله تدلي بصوتها، ده الشيء المؤكد. نعم. كنت عايز تعرف دي عدد المداخل وعدد الخروج كتير. النهارده كانت الناس ما بتاخدش اكتر من 5 دقائق فقط لا غير. لسه اسال حضرتك نفس السؤال، حضرتك خدت قد ايه عقبال ما تدلي بصوت؟ انا ما فيش 3 دقائق، انا من على البوابه. طبعا انت عارف ان احنا معانا الكارنيه في رقم اللجنه. نعم. الناس اللي موجودين النهارده حاجه محترمه جدا، كمان امن النادي النهارده والعلاقات العامه اللي موجودين تشعر فعلا ان ده النادي الاهلي، تشعر بالاحترام، تشعر بالمساعدة اللي انت عايز يروح يعني يوصلك لمكانك، تشعر بمدى أهمية التعامل المحترم من إدارة محترمة مع أعضاء محترمين. فده فعلا اللي بيخليك ان انت تقول فعلا يعني الواحد يفتخر انه أهلاوي. نعم. زائد اللي كنا الكلام بنقول يا كابتن محمد كل مرة من ساعة ما اتعملت اللائحة، لائحة النادي الأهلي وكل لوائح الأندية، لماذا؟ سؤال بيطرح نفسه، لماذا يا سادة جميع الأندية عايزة تعمل لنفسها لائحة؟ لو كانت لائحة اللجنة الأولمبية توفي بالغرض وبعيدة عن الأغراض والهوى ما كانش تكبد أي مجلس إدارة مشاق إن يعمل جمعية، ولكن للعوار الموجود في اللائحة الاسترشادية من قبل اللجنة الأولمبية بتسعى الأندية المحترمة إن هي تعمل لنفسها لوائح، لأن لائحة النادي الأهلي ونادي الزمالك والأندية الكبيرة عفوا
لا يجوز لها ان تقترب من لوائح النادي التي هي اشبه بمراكز الشباب. صح. عشان كده احنا بنقول بكره في نادي الجزيره ان شاء الله، انا متوقع طبعا ان الاعداد تبقى مهوله. ليه بقى يا سيدي؟ لان الجزيره من اعضاء الجزيره بالتحديد هو النادي عندهم الجزيره، فهي دي مشكله. فباذن الله بكره ان شاء الله رب العالمين، وبنقول للناس اللي ما راحتش وما شافتش مش هتاخد اكتر من 5 دقائق. طيب استاذ خالد، استاذ خالد حضرتك برضو رؤيتك لرموز النادي الاهلي، كابتن طاهر ابو زيد، المستشار رجاء عطيه، كابتن شريف عبد المنعم، الناس الجميله ورموز النادي الاهلي الجميله اللي حضرتك شفتهم، اللي هو سفير نور والكابتن حمد المصري، لا ده في، وما تنساش الدكتور عمرو ابو المال، لا ده احنا النهارده شفنا ناس كمان، شكرا للجمعيات العموميه اللي احنا شفناها اللي خلتنا نرى الناس دي. الناس دي جايه النهارده بتقول لا يا الاهلي لازم تعمل لائحتك. اولا القامات اللي حضرتك اتكلمت عليها، الناس دي جايه للنادي الاهلي، وده اللي احنا بنكرره يا ساده يا افاضل. احنا مجالس الادارات متغيره، ويا ما جت مجالس ادارات ويا ما هتيجي مجالس ادارات، لكن نادينا موجود. يعني انا شيء بيؤسفني، يعني ببقى متاثر منه جدا. طبعا انا ما بقولش كلمه اعلاميين، لان انت بتكلم مذيع كلاسيكي يعد واحد من اثنين من اقدم مذيع الرياضه في مصر مع هشام رشاد. فانا طبعا الكلام ده كله، اصل كلمه اعلامي دي ما يعني عفوا بقت البعض. انا كنت النهارده مع استاذي الاستاذ حمدي الكنيسي نقيب الاعلام، استاذنا كلنا يا فندم، كان النهارده موجود بقى قمة. ده استاذنا بقى. نعم. أو ده استاذنا اللي علمنا الاعلام. نعم. وبقول يا فندم يجب ان تكون للنقابه بسرعه شديده جدا لهذا الهراء. يعني النهارده تتخيل حضرتك تكذيب، يعني انت قدام عينك الامور قدامك، ومع ذلك يطلع بعضهم. وللاسف الشيء اللي بيحزن الواحد يا كابتن محمد ان الناس اتربت عندنا، ولولا النادي الاهلي مكانه، ولولا ولولا ولولا، ومع ذلك شيء مؤسف. ودي على فكره جديده علينا احنا، لا احنا تربينا في الاهلي ودي جديده علينا جدا. لكن الاعضاء النهارده الناس المحترمه، الناس اللي جت بتعرف تفرز. وخد بالك مخطئ من يتصور ان الناس مش فاهمه. في فيلم ايطالي بيقول لك انا اعرف. طيب. انك تعرف اني اعرف. استاذ خالد برضو اخذ الحاجه الاهم. بماذا تنصح اعضاء الجمعيه العموميه في مقر النادي الاهلي بالجزيره، بيت الامه، البيت الكبير؟ مهندس سياده اللواء شيرين شمس صرح تصريح مهم جدا، قال ان النادي الاهلي خد جراج الاوبرا كاملا. السيد اللي هيروح هيدلي بصوته، هيروح يركن عربيته في جراج الاوبرا، وده خدمه مميزه من مجلس اداره النادي الاهلي ليه اعضائه عشان يريحهم ان هم يجوا يدلوا باصواتهم. حضرتك تقول لهم ايه؟ يا فندم انا بقول للاعضاء انا ساكن في اكتوبر، ورحت النهارده ادليت بصوتي في مدينه نصر، لاني ما جاليش قلب ان انا انتظر لبكره. ده النادي الاهلي، ده النادي الاهلي اللي هو كلنا بنعتبره ان هو بالنسبه لنا هو بيتنا. اما الناس النهارده انتوا مش هتاخدوا اكتر من 5 دقائق، مفيش اكتر من 5 دقائق حضرتك. ده انا عايز اقول لك من كثره السرعه، ده انا النهارده لو حد نزلني قدام الباب هدي صوتي هيلف همشي. واخد بالك قد ايه السرعه؟ وكمان ده يوم لازم تحافظ ولازم تروح. يعني انتوا مثلا هنقول لاعضاء الجمعيه العموميه الام بقى اللي هي الاهلي، يعني انتوا هتنتظروا يوم لما يجي تليفون من عضو لجنه اولمبيه يقول لكم قراراتكم اللي بتاخدوها في الجمعيات العموميه بتاعتها ليس لها قيمه الا لما انا اقرها؟ هيستنوا لما يجي يضعوا لكم هم لوائح. هي خلاص، ما هو لو النهارده ما رحتوش بكره واثبتوا، احنا من اول يوم مش احنا العدد الحمد لله عارفين ان احنا هنجيب بزياده، لكن احنا عايزين نقول لهم لا انتوا ولا اللي بيحرككم هيقدر يخلي عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يتوانى، لا احنا رايحين بكره. يا اخي ده انت كمان تتصور بتلاقي حاجات غريبه جدا. استاذي الاعلامي الكبير استاذ خالد الابرق، اشكر حضرتك شكرا جزيلا، مداخله يعني كان فيها العديد من الامور. ولازم نكرر ان النادي الاهلي واعضاء
النادي الاهلي الجمعيه العموميه في مقر الجزيره بيت الامه. غدا ان شاء الله هيقدموا نموذج للكل، نادي الاهلي وحده واحده، كتله واحده، مفيش تفتيت، ونموذج يحتذى به لكل الانديه ان شاء الله غدا. نادي الاهلي يقدم نموذج لكل الانديه يحتذى به. انا هطلع فاصل ما تروحوش بعيد، وارجع واكمل كلام مع استاذ وليد الفيل. النادي الاهلي حديد في حديد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا. برضه هرجع تاني واقول لاعضاء جمعيه عموميه بمقر النادي الاهلي بالجزيره، بكره يجب ان نكون نموذج يحتذى به. احنا واحده واحده، نادي واحد، بيت كبير، يجب ان نكون نموذجا نقدم لكل الناس عبر يعني مش هنقول بقى ايه، بس عبر الجمهوريه، عبر العالم، ان اعضاء جمعيه عموميه للنادي الاهلي هم من يقرروا مصيرهم، هم من يديروا شؤونهم، هم من يقرروا لائحتهم الخاصة. كل نادي له طباعه، له ايديولوجيته. عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي مختلف عن أي عضو آخر في أي نادي آخر، مع كامل الاحترام والتقدير. أستاذ وليد، النهارده حضرتك كنت موجود في الجمعية العمومية. أكيد ليه مصر إن أنا أستاذ؟ أنا أصل الناس بتفتكرني محامي ولا حاجة. لا يا فندم، دكتور وليد يعني الأستاذ والدكتور وكل حاجة. لا أنا بهزر معاك بس. حضرتك ليه النهارده في الجمعية العمومية في يوم كان يوم جميل، يوم مريح بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية، كيف شاهدت العملية في النادي الأهلي هذا اليوم؟ ما تحقق النهارده في ضوء كم القيود والعقبات اللي محطوطه لك خلال شهر كامل، انا بعتبره انجاز، وانجاز كبير جدا. اولا هو بالنسبه للعدد، عشان انا بسمع اعداد متداوله كتير، رقم واحد لم يعلن عدد رسمي. اللجنه المشرفه من الاشراف القضائي لم تعلن عدد رسمي، قالت الناس اللي جت قد ايه. تقديري الشخصي انا من 8.5 ل 10,000 واحد، يعني ده كتقدير شخصي، انما ما اقدرش اقول ان هو رقم دقيق يعني غير معتمد عليه. كويس. انت بتتعرض لايه الفتره اللي فاتت عشان تشوف الناس دي جت في ظروف ايه؟ انت بتتعرض الى هجوم اعلامي شرس بيروج لبطلان اللائحه. طبعا لما الناس تقعد تسمع اللائحه باطله، وحتى لو اكتملت الجمعيه العموميه باطله، وحتى لو مش عارف ايه، والدوله والصدام مع الدوله واللجنه الاولمبيه، لما هذا التشويش الاعلامي اللي انت بتعمله كويس، رغم ان لم يتحدث احد، يعني اللي بيقول باطله هو ما قالش باطله ليه؟ يعني لما تيجي حضرتك تقول لي هي باطله ولا مش باطله، هقول لك مش باطله. هتقول لي ليه؟ اقول لك لان القانون لم يرد فيه نص، لا في القانون ولا في اللائحه، يمنع اقامه الجمعيه على يومين في مقرين. اتحدى ان ياتي حد بنص من القانون او اللائحه يقول ده مش موجود. طب في نقطه اخرى، اتفضل. لجوء النادي الاهلي الى النيابه الاداريه العليا او الاشراف القضائي، هل في اي مخالفه للقوانين؟ يا فندم انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. النهارده القضاه، انا شفت حادثه قدام عيني، عضو اسمه حسين حاجه كده، يعني جاي معاه الكارنيه بتاعه وبطاقته الرقم القومي ورقم اللجنه، ومعاه كارنيه وكارنيه النادي، وجاي يدلي بصوته. اسمه في الكشف مكتوب حسن. القاضي رفض انه يخليه يدلي بصوته. يعني ده حضرتك احنا تعاملنا مع الموقف بمنتهى الشفافيه. لو جه النهارده 10 يعني اشخاص، فتاكد انهم 10 حلال، يعني انا مش يعني 10 اصوات حلال، ما انا هقول لحضرتك ايه؟ بقول لحضرتك كان الموضوع يتم بمنتهى الشفافيه وتحت اشراف قضائي كامل ومن هيئه قضائيه محترمه، كويس؟ لدرجه ان الناس الساعه 7 يعني قال لك لا، طلبنا انه يمد ساعتين تاني، كويس؟ سياده المستشار رئيس اللجنه رفض وقال لك انا ملتزم بما تم اعلانه من مجلس اداره النادي. نعم. كويس؟ فيعني احنا ما كانش فيه هناك سياده المستشار شريف حشيش رئيس اللجنه، لا نعم. سياده المستشار هاني جبل. هاني جبل. نعم. كان رئيس اللجنه وطلبنا منه هذا الطلب بشكل رسمي ورفضه بشكل رسمي، قال لك انا ملتزم بما ابلغتونا به. الساعة 7:05 بالظبط، يمكن حضرتك انتوا كنتوا بتصوروا. نعم. شفت تشميع الصناديق وتشميع الكشوفات على الهواء مباشرة، مستشارين قاعدين في اللجان، يعني القصة حضرتك احنا الموضوع كان بيتم بمنتهى الشفافية، لحد بقى خد كارنيهات حد ولا صوت مش عارف مين، زي ما حدث وسمعنا في أندية أخرى، سمعنا حاجات كتيرة جدا حصلت وتجاوزات حصلت في جمعية، وقال لك ده كملوا وعملوا مش عارف كام ألف ومش كام ألف. هذا لم يحدث في النادي الأهلي. أنا شفت مشاهد النهارده بتعبر قد إيه هذا النادي عظيم. أنا شفت واحد جاي على كرسي متحرك عشان يدلي بصوته وحريص على الإدلاء بصوته. كبار السن في ظل حرارة الجو اللي موجودة والصيام والناس صايمة، الناس كانت بتفطر وبتجري قبل الساعة 7 عشان تخش تدي صوتها. ده غير الناس اللي ما قدروش يدخلوا، لأن الساعة 7 بالثانية جت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المقر وقفلت الأبواب بتاعة الخيمة.
فحضرتك انت كنت ملتزم تماما بالضوابط اللي حددتها اللائحه وحددها القانون. فلا انا شفت النهارده مشاهد جميله، اتوقع بكره ان شاء الله دون جدال ان احنا رايحين البيت الكبير بقى، يعني رايحين المقر الجزيره، اعضاؤه لما بيستشعروا الخطر بتلاقيهم اول ناس يهبوا للدفاع عن النادي الاهلي. بيفرق معاهم جدا حته ان 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 الاهلي يدار من خارجه، الاهلي عمره ما كان بيدار من خارجه، الاهلي دايما طول عمره بنقول الاهلي يقود ولا يقاد، مفيش حد يقود النادي الاهلي. فحضرتك بكره ان شاء الله الجمعيه الرومية هتكتمل، اعضاء الجمعيه الرومية للنادي الاهلي هيقدموا مثال مره اخرى على مدى حرصهم وعلى مدى دوافعهم لحمايه النادي الاهلي والدفاع عن مصالحه. هتشوف ده بكره ان شاء الله. خلينا طب يا فندم، هل هناك تقسيم وتفتيت كما يزعم؟ لا، هو هناك من يسعى للتقسيم والتخطيط. هو طبعا الاتهام ده بيوجه لمجلس الاداره ان هو عشان عمل جمعيه عموميه في مقر مدينه نصر، فان هو بيقسم النادي الاهلي على اعتبار ان مقر النادي الاهلي الاساسي هو طبعا الجزيره. مفيش حد في الاهلاويه مش عارف ان المقر الاساسي للنادي الاهلي واللي ارتبط بتاريخه كله هو مقر الجزيره. لكن حضرتك مع الظروف ومع الاحداث اللي بتحصل واللي بتتطلب منك انك تيسر على الاعضاء، كويس، دي مش انتخابات عشان تقول انت قسمت الناس، هي مش انتخابات. ده القانون قال ده اجتماع خاص، اجتماع ده نعمله في اي حته، يعني كان ممكن ما يتعملش اصلا على فكره بالمناسبه لا في الجزيره ولا في مدينه نصر، ما تعمله في اي مكان بره. هذا اجتماع خاص لا تنطبق عليه قواعد الجمعيات العموميه. وبالتالي مين اللي بيروج للتقسيم؟ هو اللي بيقول مدينه نصر والجزيره، ده اللي بيروج للتقسيم، انما مش معنى ان حضرتك هو هل ده مش مقر النادي الاهلي؟ يعني هل احنا عملناه مثلا في نادي اخر النادي الاهلي؟ ما هو في نادي الاهلي. وبعدين يا فندم، مجلس اداره النادي الاهلي والمدير التنفيذي للنادي الاهلي لم يعلنوا اي نتائج وحتى القضاه، لان كان من الممكن النهارده يجي اكتر من 12000 والله اعلم. يا فندم محدش ينفع يعني. وقال ان بكره الجمعيه العموميه ولا صحه الالغاء يوم الغد من الجمعيه العموميه. هو اجتماع واحد حضرتك، اجتماع واحد بدا اليوم ومستمر حتى الغد. الناس حتى اللي بتروج برضو، دي قصه من القصص الغريبه، اللي بيروج ان النادي الاهلي ارسل جواب للجهه الاداريه بيقول انا هعمل يوم واحد في مدينه نصر، هذا كلام عاري من الصحه. واللي معاه الجواب يطلعه فندم. يا فندم سيبك من الجامعه، له في جواب راح فعلا. بس هذا الجواب بقى ايه هدفه وايه الهدف من صياغته؟ النادي الاهلي بيرتب موقف قانوني معين هيستخدمه في لحظه ما دفاعا عن حقوقه. اللي مش فاهم ده، دي مشكلته، هيعرف يعني في يوم من الايام الناس قريب قوي هيعرفوا كان ايه قيمه الجواب ده ان هو يتبعت. هذه قضيه الجواب. انما الجمعيه العموميه من البدايه معروف انها على يومين في مقرين تيسيرا على الاعضاء وليس سعيا لتقسيم او اشعالا لفتنه. هذا الكلام غير سليم، ده كلام غير سليم، بقوله حاجة اللي بيروجه هو المستفيد منه. فلا يعني انا ضد قصه التقسيم دي. ضد قصه التقسيم، ومفيش اصلا التقسيم من الاساس. لا انا بص يا استاذ محمد، يعني عشان خليني بقى ايه، انا الحقيقه الكلمتين دول بقى بالنسبه لي اهم من اللائحه واهم من القانون واهم من كل ده. اتفضل فندم. انا 40 سنه عضو في النادي الاهلي. ما اراه هذه الايام انا ما شفتوش في حياتي كلها. الناس اللي بتطلع تتباكى كل ليله على مبادئ النادي الاهلي والثوابت اللي بنهدمها. يا جماعه خلينا الاول، طب يعني الناس بتقول مبادئ النادي الاهلي، مبادئ هي ايه مبادئ النادي الاهلي؟ اول مبدا في مبادئ النادي الاهلي بنتكلم عليها دي الاهلي فوق الجميع. الاهلي فوق الجميع يعني ايه؟ يعني الناس طول عمرها في الاهلي بتعلي المصلحه العامه للنادي على مصالحها الشخصيه. المشهد ده تشوفه لما الفريق مرتجي يفوز في الانتخابات على الكابتن صالح سليم ويستعين به كمدير كوره ثاني يوم. تشوفه لما كمال بيه حافظ يفشل في انتخابات قدام الكابتن الوحش وتلاقيه ثاني يوم اول واحد جاي يساعد الكابتن الوحش في انتخابات. ده الاهلي فوق الجميع. لما تيجي تشوف مشهد ان مؤمن زكريا ممكن يجيب الجون فما يجيبوش، ويديه لحسام غالي ممكن ما يجيبوش، ويديه لمتعب في الاخر. نعم. اما تشوف قيمه الايثار اللي موجوده في النادي الاهلي، الاراده، حضرتك جبت امثله يعني على كل الاصعده بتؤكد ان الاهلي فوق. ما هو ده الاهلي يا جماعه. نعم. اللي مش عارف يعني ايه مبادئ النادي الاهلي عشان نشوف بس مين اللي بيهدمها، ما احنا نحددها ايه هي عشان نشوف في الاخر من الذي يهدم مبادئ النادي الاهلي. مبادئ النادي الاهلي ان الكابتن صالح سليم والكابتن حسن حمدي يوقفوا فريق كامل ويلعبوا بالاشبال في ماتش في نهائي كاس قدام الزمالك، ماتش مهم جدا ويفوز بيه الاهلي لانه انتصر للمبدا، ما بصش للمكسب. مبادئ النادي الاهلي بتشوفها في الانتماء، لما تشوف كابتن ثابت البطل وقاعد متلفح وهو بيعاني في اواخر ايامه، لما تشوف كابتن طارق سليم وهو جاي النادي الاهلي على كرسي بعجل، ده مبادئ النادي الاهلي. مبادئ النادي الاهلي الاحترام. لا، وذكروا كابتن طارق سليم وكابتن ثابت البطل الاثنين وكابتن صالح سليم طبعا، ان النادي الاهلي كالاسره كالبيت طبعا، واي مشاكل جوه النادي الاهلي تناقش داخل الاسره. ما هو ده بقى اللي انا هجيله في الاخر، ما هو ده اللي انا عايز اوصل له.
ده اللي انا عايز اوصل له. مبادئ النادي الاهلي في الاحترام، في احترام الـ 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 المجلس الاداره للنادي للكيان اللي بيحكمه، واحترام الاعضاء لبعضهم البعض. فتجد مثلا ان كابتن صالح سليم بيرفض انه يستقبل رئيس الجمهوريه عشان جه من غير ميعاد مثلا. ده مبدا انه راجل بيحترم نفسه وبيحترم الكيان اللي هو بيجلس عليه على راسه. المهندس محمود طاهر لما رفض يلعب الماتش بتاع الجونه كويس، واصر انه يكون في برج العرب وتحقق ليه ما اراد دفاعا عن مصلحه النادي الاهلي. اللي عايز اوصله لحضرتك في النهايه ان احنا اتعلمنا اننا ممكن نختلف، لكن اختلافاتنا دايما لها سقف لا يمكن ان يتجاوزه احد. يعني هسال حضرتك سؤال مهم، هل شكل المعارضه داخل النادي الاهلي تغير؟ طبعا طبعا، ده بلا شك. الاهلي يا بيه بينتقل النهارده من مرحله الاهلي فوق الجميع لمرحله اللي خايف يروح. الاهلي النهارده ولا الحب والكره؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، من سلوجان الاهلي فوق الجميع لسلوجان اللي خايف يروح. هناك من دش انا حمله على الفيسبوك وللاسف منهم اعضاء كويس، حمله الانتخابات قبل الانتخابات بثلاث اربع اشهر، ومن يتحدث عن الانتخابات الان هو بره النادي الاهلي، الانتخابات وقت الانتخابات انت عشان تعرف وصلنا على مدار التاريخ. طبعا انت بقول لحضرتك عايز تعرف وصلنا لفين، بقول لك وصلنا، انتقلنا من الاهلي فوق الجميع الى اللي خايف يروح. احنا بنتعامل مع بعض دلوقتي كده، ليس هذا النادي الاهلي الذي اعرفه، مش ده الاهلي اللي احنا اتربينا فيه. اللي بيحصل النهارده يعني احنا نختلف كما نختلف، لكن يبقى الاحترام في الاخر. بقول لحضرتك الاهلي فضل متماسك وعظيم طول الفتره دي، طول السنين تاريخه، لانه مش بس مجلس ادارته محترم، لان المعارضه فيه كانت معارضه محترمه. انا عرضت سنين طويله في حياتي، انما هات لي حد يقول انني في مره تجاوزت ضد رمز من رموز النادي الاهلي. المعارضه يجب ان تكون معارضه اصلاحيه، انت بتعارض عشان عاوز بتحب الكيان ده، فانت بتعارض عشان عاوز تصلح فيه. تنتقد خطأ، ترصد هذا الخطأ، تقدم رؤية لإصلاحه، ده حقك، إنما لا تسيء للآخرين. اللي بشوفه النهاردة من تردي الألفاظ ودناءة الحديث اللي بيحصل على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أصبح شيء لا يتصوره عقل. مش ده النادي الأهلي يا جماعة. بس فأنا بقول لحضرتك برضو يعني موضوع مواقع يعني المواقع يعني برضو الفيسبوك وتويتر سوشيال ميديا والكلام ده، مواقع التواصل الاجتماعي ما هيش هي اللي بتجيب الواقع. الواقع يعني برضو خلينا اتكلم انا كمشجع. لا نتكلم كمشجع. اتفضل. عشان اهاجم لازم اكون منطقي. يعني لو انا شايف فريقي مش ماشي بشكل كويس ههاجم، هنتقد. لو انا شايف ان فريقي لا يحقق انجازات هنتقد. لو انا شايف ان المجلس في بعض من القرارات لم ياخذ القرار المناسب للدفاع عن نادي هنتقد. طب انا في هذه الفتره كمشجع النادي الاهلي اين؟ هل هو على المسار الخاطئ ولا على المسار الصحيح؟ انا ما بتكلمش حتى بس ككره قدم، ده انا بتكلم ككره قدم وكل اللعبات الاخرى. اين انا؟ انا على المسار الصحيح؟ ده الحقيقه ان النادي الاهلي عمل انجازات في هذه السنه كويس، يعني انجازات انا بعتبرها غير مسبوقه في تاريخه. اذا ربنا وفق ان شاء الله في بطوله افريقيا واستطعنا الفوز بيها، انت هتعمل لقب تاريخي غير مسبوق ان النادي يفوز بجميع الالعاب القاريه خلال سنة واحدة. الحمد لله الفرق الجماعية ماشية كويس، هناك العديد من البطولات النادي بيحصدها، وأنا مش ضد على فكرة إن الناس تنتقد، الجمهور من حقه ينتقد والأعضاء من حقهم ينتقد، انتقد كما تشاء. اللي أنا بقوله ولكن النقد البناء بس، وإحنا بننتقد إحنا نحافظ على الاحترام، إن النادي الأهلي يبقى محترم، يبقى إن الخصوم فيه كلهم يقدروا يتعاملوا مع بعض بما يحقق مصلحة هذا الكيان. ده الأهلي اللي أنا أعرفه، مناخ صحي حضرتك تقصد. طبعا طبعا، ده مناخ صحي، ده مناخ يبني، ده مناخ يخلي النادي يتقدم. بعد شهر إن شاء الله هيفتح الباب للانتخابات، انتخب من تشاء وادعو لمن تشاء واعمل الدعاية اللي أنت عاوزها لمن تشاء. كل اللي بتكلم فيه إن ده يحصل في التوقيت بتاعه. إحنا متعودين زي ما حضرتك قلت الانتخابات في النادي الأهلي وقت الانتخابات، فطبيعي اعمل ده في وقت الانتخابات، اعمل ده مع الحفاظ على ثوابت النادي الاهلي اللي اهمها الاحترام. الاحترام ده 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 دي الرساله اللي نفسي فعلا اوجهها للناس، لان فعلا بزعل بحزن جدا وبقلق على الاهلي جدا ان مش ده الاهلي. مش عايزين نوصل يعني لا تفقدوا الاهلي اجمل اعرافه. ما يعني دي القيمه اللي احنا اتربينا عليها. ما انا قلت لحضرتك امثله وشواهد، ولو قعدنا نتكلم من هنا للصبح هقول لك 100 حادثه تاريخيه بتتكلم على ده. ده اللي عايزين نبقي عليه. طبعا. ينجح من يشاء بقى. يعني هل حضرتك شاهدت في لائحه النادي الاهلي الخاص اي شيء ينسب لمجلس الاداره الحالي فقط، ولا كل البنود التي تم وضعها هي لمصلحه النادي الاهلي ولخدمه الدوله؟ ما انا قلت لان في بعض من الناس تجهل يعني ايه ان
لائحه النادي الاهلي الخاصه والاسترشاديه، ومن كمان يعني مش عارف هو ما قراش الاسترشاديه او لم يعني يسمع عنها، وفاكر ان لائحه النادي الاهلي الخاصه او في بعض من الناس وصلتها له كده ان هي ضد الدوله. انا عندي يا استاذ محمد يقين ان اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي على قدر عالي من النضج والوعي والفرز، ويقدروا يختاروا الغث من السمين. يعني سيبك من اللي بيوصل، اصل هو معروف كل واحد في الاخر فيه يعني. شوف انا في ناس في المعارضين لقصه اللائحه دي احترم رايهم ووجهه نظرهم، هم عندهم فعلا خوف من تخوفات معينه، لو حضرتك قعدت واتكلمت معاهم واقنعتهم بيسمعوا. نعم. انما في ناس هوبلس، هو مش هيسمعك، هو واخد موقف مزمن يعني. حتى لو عارف ان الاسترشاديه ممكن تخلي رئيس النادي الاهلي مش مصري، ممكن يبقى يوناني او يا فندم دوله اخرى يعني. يا فندم ده ما يفرقش معاه. ان بيبعت رسائل على البيوت للاعضاء يحسهم فيها على عدم الحضور، اللي بيبعت رسائل على موبايلات الناس، ده ما تقولش حضرتك انه يهمه ان رئيس النادي الاهلي يبقى اسرائيلي، مش القصه مش هتفرق. انت بتشوف اهلاويه النهارده يعني قاعدين مترقبين ماتش يعني الكاس، كل يعني كل الرموز اللي حضرتك ذكرتها عبر التاريخ، يجي حد دلوقتي يعمل هذا الفعل؟ للاسف ما انا بقول لك ده، وانا اسف اني بقوله والله. انا 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 عايز اقول لك على مثال صغير كده. كنت بسجل حلقه في قناه من قنوات، وكانت الحلقه مقسومه فقرتين، فقره لاحد الانديه وبعدين بيتكلم عن النادي بتاعه يعني، وبعدين فقره عن النادي الاهلي انا بتكلم في الحلقه بتاعتي في الجزء بتاعي الفقره بتاعتي. بعد ما خلصت التسجيل والله والله قيلت لي هذه الجمله من الناس اللي قاعده في الكنترول بالظبط، قالوا لي الفرق بين هذه الفقره والفقره السابقه ليها هو الفرق بين النادي الاهلي والنادي الثاني بالظبط كده. جم يعني واحد منهم طلع قال لي ايه، احنا كنا في بولاق الدكرور وبعدين ودتنا جاردن سيتي. مع الاحترام طبعا، مش المقصود ان بولاق الدكرور تنتقص يعني، لا، انما الفكره كلها ان هو بيتكلم في قضيه إن 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 الناس في النادي الأهلي ما أنت ما بتغلطش في حق النادي الأهلي، ما فيش حد يغلط في ده في حد يعني. هي دي المشكلة اللي بقول لحضرتك عليها. أنا نفسي نرجع زي الأول، خلينا نتجاوز في 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 النهارده أزمة، إحنا فيها أزمة تتعلق بالنادي الأهلي مش بشخص من الأشخاص، هي بتتعلق بالنادي الأهلي. يبقى كلنا النهارده لما أجد مجلس إدارة حتى لو أنا ضده أنا مختلف معاه، لكن هذا المجلس بيحارب معركة بيدافع فيها عن كبرياء الأهلي، ده فرض عين على كل اهلاوي، لازم اقف وراه. بعد ما يخلص معركته، بعد ما ينتهي من هذه المعركه ويحقق مصلحه النادي الاهلي، تعالى بقى في الانتخابات انا ممكن ابقى ضده، اي حد ممكن يبقى ضده. ده امر وارد جدا. ده يا عم كل واحد له الحريه المطلقه، انما لا يعني ما تشركوش الاهلي في المعركه دي، ما تحولوش قصه اللائحه الى صراع انتخابي، هي مش صراع انتخابي، هي معركه تخص استقلالية القرار في الأهلي، هل أنا مع أن الأهلي قراره مستقل أو مش مستقل؟ طيب قبل ما أخش على الختام يا دكتور وليد، هل ترى أن النادي الأهلي خالف أي نوع من أنواع القوانين في عقد جمعياته العمومية على يومين؟ يا فندم بلاش، أنا مش قانوني، خليني أستشهد بعلامة القانون المستشار رجاء عطية. نعم. الذي ذكر أكثر من 3-4 مرات أن الأهلي موقفه قانوني سليم 100%. أنا بتكلم في ضوء دراستي، لأن دراستي طبيعتها في الجزئية بتاعتي لازم أكون مطلع على اللوائح، ذاكرت القانون كويس وذاكرت اللائحة كويس وسألت أصدقاء ليا مستشارين، كلهم أجمعوا أن الموقف القانوني للنادي الأهلي سليم بنسبة 100%. الأهلي ليس في صدام مع الدولة. الأهلي في يعني مشكلة هناك من يحاول جره ليها مع اللجنة الأولمبية، اللي هي في النهاية لجنة أهلية. ليس لها اي نوع من السلطات على فكره. هذا الوضع اللي موجود في مصر احنا قابلينه كده، اللجنه الاولمبيه اساسا ملهاش، الانديه لا تتبعها من الاساس، لكن ده موضوع مش عايزين نفتحه دلوقتي. طب دكتور وليد، هل في اي رساله حضرتك عايز توجهها لاعضاء الجمعيه العموميه غدا؟ ده انا عايز اوجه رساله قبل اعضاء الجمعيه العموميه، انا عايز اوجه رساله لرموز النادي الاهلي. اتفضل. انا بكره ان شاء الله نفسي اشوف الكابتن حسن حمدي، اشوف الكابتن محمود الخطيب، اشوف كابتن محرم الراغب، اشوف المهندس ابراهيم معلم، اشوف طارق قنديل والجرحي ومرتجي والدرجه والله كلنا نسعى، اشوف كل دول. نعم. ان احنا واقفين في كتف بعض بندافع عن مصلحه النادي الاهلي. نعم. كويس. وبعد ما نحقق هذه المصلحه نقوم نقفل بابنا علينا ونتخانق مع بعض زي ما احنا عايزين ونتنافس مع بعض على خدمه النادي الاهلي، لكن يبقى في الاخر الاهلي فوق الجميع، يبقى الاهلي زي ما احنا اتعودنا. كابتن حسن حمدي تحديدا انا نفسي اشوفه بكره، لان اللائحه دي كانت حلم من احلامه. النهارده هذا المجلس بيستكمل هذا الحلم، تعالى نحتفل بيه مع بعض زي ما احتفلنا مع بعض بنادي القرن، زي ما احتفلنا مع بعض بالاكثر تتويجا، زي ما نفسي برضو نحتفل بكره ان النادي الاهلي لاول مره في تاريخه بيدير نفسه بنفسه بيقر لائحته. فانا نفسي الرموز دي تيجي، اعضاء النادي الاهلي
هما كلمتين. انا ما اعتقدش ان انتوا هتقبلوا ان يكون اعضاء الانديه الاخرى افضل من وضع النادي الاهلي اللي في 95 نادي قدروا ان هم يقرروا اللوائح الخاصه بيهم. ما اعتقدش اعضاء النادي الاهلي هيكونوا اقل منهم. فان شاء الله بكره هنستكمل النصاب المطلوب ونقر لائحه النادي الاهلي ان شاء الله. دكتور وليد الفيل اشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت مشرفني ونور النهارده فيك. ربنا يخليك، ده من ذوقك، ربنا يخليك. شكرا يا كابتن محمد، شكرا. ده كان اخر حاجه معانا لمشاهدينا النهارده في فقرتنا في استاد الاهلي، تغطيه خاصه طوال اليوم. بشكر كل طاقم العمل اللي كنا بنوصل لحضراتكم لحظه بلحظه ما يحدث في الجمعيه العموميه منذ الصباح الباكر وحتى الان. بكره في يوم ثاني في مقر النادي الاهلي بالجزيره. اخر حاجه هختم بيها لمشاهدينا قبل ما هقول لهم ما تروحوش بعيد، ونادي الاهلي حديد، الاهلي فوق الجميع. ده اخر حاجه ليا لحضراتكم، وان شاء الله بكره نكون بنحتفل بانعقاد الجمعيه العموميه وايضا الزيادات، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نسعد بكل رموز النادي الاهلي، والاهلي فوق الجميع، واحده واحده، نادي واحد، نادي القرن، نادي الاهلي.